على متن هذه الحافلات وصل إلى منفذ الوديعة الحدودي بمحافظة حضرموت دفعة جديدة من جرح الحرب من أفراد الجيش الوطني والمقاومة الشعبية قادمين من المملكة العربية السعودية بعد استكمال علاجاتهم واستقرار حالاتهم الصحية. استقبلنا في إتلاف الخير للإغاثة الإنسانية دفعتين من جرحى الحرب في اليمن الذين تلقوا علاجهم في المملكة العربية السعودية وبرعاية وتمويل مركز الملك سلمان لإغاثة الأعمال الإنسانية، وقد كانت الدفعة الأولى عدد 98 جريح والدفعة الثانية 65 جريح بإجمالي عام 163 جريح تم نقلهم إلى مدينة مأرب. الجرحى العائدون وهم من مختلف المحافظات والجبهات المشتعلة بالمواجهات بين الجيش الوطني وميليشيات الحوثي وصالح كانوا قد خضعوا خلال الفترة الماضية لبرامج علاجية في عدد من مستشفيات المملكة. وضعهم العام الآن وضع جيد بعد ما تلقوا العلاج في المملكة العربية السعودية، لا يزال البعض منهم تحت العلاج الطبيعي فقط، وقريبا سيتم الانتهاء من إعادة تأهيلهم أو إعادة علاجهم العلاج الطبيعي. وفيما يتعين على بعض الجرحى مواصلة التأهيل الطبي في الداخل تبرز المخاوف من عدم توفر الإمكانات اللازمة للقيام بذلك. يحتاج يعني لبعض العلاج الجرحى، بعضهم يعاني من تنسيق المستشفيات، مستشفى الهيئه، ان نحتاج التنسيق مع الهيئه عشان يتم علاج بشكل جيد. هذا هو اللي نحتاجه. يعني من جانب يعني الصحه العلاجيات، يعني في هنا نقص في مستشفى الهيئه، يعني زي الاعصاب، جهاز اعصاب مش موجود في مستشفى الهيئه، ونحن يعني نشي تنسيق يعني لمستشفيات اخرى سواء في صيئون او في عدن. ويتزامن وصول هذه الدفعة من الجرحى مع مغادرة 53 جريحا لمطار عدن الدولي لتلقي العلاج في المستشفيات الهندية ضمن برنامج يستهدف علاج 1500 من جرحى الحرب على نفقة الهلال الأحمر الإماراتي. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.